في بداية المشوار وعودة الجولة 18 مرة تانية. هروح بقى لخبر آخر خاص بالنادي الأهلي. النادي الأهلي يتوج بلقب السوبر في كرة اليد وأيضا بيتأهل لمونديال العالم. بالتأكيد مباراة كانت قوية بالأمس، يمكن استطاع أن يحصد فيها اللقب الهام جدا في مسيرته هذا الموسم النادي الأهلي في كرة اليد. نجح في التتويج امبارح بلقب السوبر الأفريقي بنتيجة 32-31 في النيجر عشان يتأهل لمشاركة في كأس العالم للأندية. الشوط الأول كان انتهى بنتيجة 16-19 للزمالك، ونجح الأهلي في الشوط الثاني في تعويض النتيجة والتعادل وأيضا الفوز بفارق نقطة في مباراة قوية جدا قدام حضراتكم، لقطات منها بالتأكيد.